السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. سوف نتكلم في هذه الفيديو عن المعلمين في الغنوصية، وهم ينقسمون إلى قسمين: المعلمون القدامى والمعلمون الجدد. طبعا في هذه الفيديو سوف نتكلم عن المعلمين القدامى. المعلمون القدامى هم الذين يتبعون الأسلوب القديم والتقليدي في تعليم الغنوصية إلى التلاميذ الراغبين في التعلم. للعلم، أسلوب التعليم للمعلمين دائما في تطور منذ ظهور الإنسانية، على حسب تطور الإنسان وتطور الوعي لديه وخاصة المعارف. ولكن القفزة التكنولوجية التي أحدثتها البشرية في القرن الأخير، خاصة بعد سهولة التنقل واستعمال وسائل الاتصال، وخاصة أخيرا الإنترنت، التي أدخلت المعلمين الغنوصيين في مرحلة جديدة كليا سوف نتكلم عنها. أما في هذا الدرس سوف نختصر الحديث عن المعلمين القدامى، الذي يمكن القول إن اليوم لم يعد لهم وجود أصلا، ومن شبه المستحيل التعرف عليهم لو لم نكن قريبين منهم أو نتفطن إليهم. يمكن القول إن الأسلوب القديم قد مات ولم يعد له اليوم أي أهمية أو تأثير أمام الأسلوب الجديد الذي انتشر في كل العالم. طبعا لا يمكن القول إن الأسلوب القديم قد انتهى كليا، ولكن هو في حالة اندثار كلي، لأن الآن موجودين منذ قرابة قرن في مرحلة صعود الأسلوب الجديد وموت الأسلوب القديم. وللعلم إن الأسلوب الذي تعلمت عليه هو الأسلوب القديم، وهو يحتاج إلى جهد كبير وتضييع للوقت والانعزال كليا، بطريقة إننا نخسر سنوات كثيرة من حياتنا. ويمكن القول أيضا إن أغلب المعلمين اليوم قد تعلموا على الأسلوب القديم. وقبل أن نتكلم عن الأسلوب القديم، علينا أن نسرد التطور الذي حصل من أول البشرية. وهنا أردت أن أقول ملاحظة مهمة سوف أعود إليها بأكثر تفاصيل في الفيديو القادم، هي إن ليس كل معلم يعلم، وليس كل معلم بالفعل معلم، خاصة منذ أن انتشر الأسلوب الجديد الذي به يسهل خداع الآخرين. لأن الغنوصية هي تجربة شخصية، يجب اختبار المعرفة وحسها والوعي بها وعيشها، وإلا تعتبر مجرد معرفة لم تخضع للاختبار الشخصي. إذن من يعلم ولم يعيش التجربة شخصيا لا يعتبر معلم غنوصي، بل مجرد متحيل مستغل جهل الناس بالغنوصية. وهؤلاء سهل التعرف عليهم بسهولة، وسوف نتكلم عنهم في الفيديو القادم. إذن فلنتعرف على تاريخ المعلمون القدامى من أول التاريخ. ما هو أكيد أن المعلمين ظهروا مع الكلام. قبل الكلام لم يكن هناك معلمون في الغنوصية، بل كان هناك فقط معلمون في العلوم الخارجية، مثل استعمال اليدين والعدو، أو استعمال اليدين لصنع السلاح وإشعال النار والصيد والمصارعة. وكل هذه العلوم الخارجية بدأ بها الذكر الإنساني الذي يعلمها للذكر الذي مثله، بينما الإناث كانوا بعيدين كل البعد عن هذه المعرفة الدنيوية، حيث تكتفي بالعزلة في المغارات مع الأطفال. هذه حقيقة أولية، وهذه حالة كل أنواع الإنسان الماهر قبل الإنسان العاقل. في هذه المرحلة كانت الغنوصية مسألة شخصية، ولم يكن هناك معلمين، حيث كل إنسان يفكر ويحس بطريقته الخاصة دون أن تكون له القدرة أن ينقلها إلى الآخرين. ف
فالمعرفة الوحيدة التي كانت يمكن أن تنقل هي المعرفة الدنيوية فيما يخص الحياة، وكما قلت هي أكثر شيء خاصة بالذكور. وهنا وصلنا للحقيقة الثانية، إن المعلمين الأوائل لم يعلمهم أحد وتعلموها لوحدهم في بداية فجر الإنسانية، حيث المعلومات الخارجية التي تحجب المعرفة الداخلية كانت جدا قليلة في أول ظهور الكلام والتواصل بين البشر، أي مع بداية ظهور الإنسان العاقل. ما لا داعي للشك أو التشكيك إن كل البشرية اليوم تنحدر من الإنسان العاقل، وكل أنواع البشر الأخرى لم يعد لها وجود إلا في جيناتنا، وهذا ثابت علميا. وما هو أكيد إن الإنسان الذي طور الكلام هو نفسه هذا الإنسان العاقل الذي انحدرت منه كل البشرية الموجودة فوق هذه الأرض اليوم. وكما قلنا، بدأ تعليم الغنوصية مع ظهور الكلام والتواصل، والذي قام بهذه المهمة سوف لا يعجب كثير من الذكور هي الأنثى. نعم، الأنثى هي أصل الغنوصية وأول المعلمين الذي عرفتهم البشرية في الغنوصية هم إناث، وبالأخص الأم التي علمتها لأطفالها. وهؤلاء المعلمين الأوائل لم يعلمهم أحد، ومع الأسف لا نعرف عليهم شيء بسبب أنهم لم يتركوا أثر ولم تكن هناك الكتابة، ولكن موجودين في اللاوعي الإنساني، وآثارهم موجودة في أنفسنا وفي داخلنا. هؤلاء المعلمين الأوائل هم في الحقيقة الأمهات الذين كانوا معزولين في المغارات مع أطفالهم الذي هم التلاميذ الذي تعلموا الغنوصية على أيدي أمهاتهم. لكن مع الأسف اليوم الأمهات، ولا أقول كلهم، لا يعلمون أولادهم إلا التبعية والتخلف والجهل. وهذه الحقيقة صدمتني عندما تعرفت عليها لأول مرة من طرف المعلمين متاعي، عندما كانوا يقولوا لي إن أول المعلمين هم أمهات، وفهمت علاش أهمية الأم عند كل إنسان فينا. ولكن هل الأمهات اليوم يعلمون أولادهم المعرفة؟ لا، مع الأسف، لأن وقع تغيير كبير في التاريخ الإنساني، وهذا الموضوع سوف نتكلم عنه. أما الآن باش نتكلم عن أسلوب المعلمون القدامى، الذي هو نفس أسلوب الأم لأطفالها. وللعلم كانت أيضا تبارك الذكور قبل الخروج للصيد، وكانوا يسمعون بنصيحتها وبما تقوله لهم، لأنهم كانوا يعرفون قيمتها. ولكن كل هذا تغير مع الوقت، مع الأسف، عندما ظهرت ما يسمى الحضارة الرجالية، وتحولت المرأة إلى مجرد عبدة في البيت، وتعمل على تربية أولادها لكي يكونوا عبيد أيضا، وخاصة البنات. إذن أؤكد أن أول المعلمون الغنوصيون هم أمهات، يعلمون أولادهم ورجالهم كيف يكتشفون أنفسهم ويعرفون ذواتهم. نعم، الأمهات في الأول كانوا أكبر مدرسة غنوصية، وهنا سوف لا نتكلم عن ذلك، ولكن في هذه الدروس سوف نعود إلى هذا الموضوع بالتفاصيل، وإنما في هذه الفيديو نتكلم عن أسلوب المعلمون القدامى، الذي هو نفس أسلوب الأم، والتلميذ مثل الإبن. فالمعلم
مثل أمك، ولكن ما تحسبونيش أمكم لأني أتبع الأسلوب الحديث. وهذا يذكرني بقصة طريفة للفرزدق أظن، عندما أعجب بغلام في درسه فأخذ يقترب إليه في الحلقة كل يوم إلى أن جلس بجانبه، وبعد الدرس قال له: هل أعجبك درسي يا بني؟ قال له: إي نعم، والله لقد أعجبني. فقال له الفرزدق: هل تريد أن أعطيك دروسا خصوصية؟ فقال الغلام: يريد. فضمه الفرزدق إلى صدره وقال له: أحسبني مثل أباك. فقال له الطفل: أما أبي فعندي، ولكن يا ليتك كنت أمي. التلميذ هون يتفطن إلى نية الفرزدق، حيث تعلمون إن الفرزدق كان يحب الغلمان. المهم كما قلنا، أسلوب المعلمون القدامى مثل أسلوب الأم، الذي يمر بمراحل ويطول كامل العمر إلى موت الأم أو المعلم، حيث ارتباط التلميذ بمعلمه كامل العمر، ولا يعتبر التلميذ معلم إلا بعد أن يموت معلمه. كما أن المعلم عنده كثير من التلاميذ، ولكن التلميذ عنده معلم واحد فقط. طبعا أنا من حسن الحظ أني تعلمت عند 4 معلمين، لأني كنت في زمان هذا الأسلوب بدأ في الانحدار والإضمحلال، ولكن 4 معلمين من نفس المدرسة، وهذا سوف نعرفه في الفيديوهات القادمة، حيث يجب اتباع مدرسة واحدة، وكل المدارس تؤدي إلى نفس النتيجة على حسب اختيارات الشخص وطبيعته والذي يناسبه أكثر. تغيير المدارس غير جيد ولا تتعلم شيء، فهي مثل الأبواب، كل باب له لون معين، ووراء كل باب ممر، يجب أن تسير إلى آخر الممر، وعندما تسير إلى آخر الممر تصل إلى قاعة، وكل الممرات توصل إلى نفس هذه القاعة، وعندما تصل إلى هذه القاعة تكون قد فهمت نفسك وعرفت نفسك. إذن أسلوب المعلمون القدامى هو أسلوب صعب مستصعب، كما يقول علي: إن أمرنا لصعب مستصعب، حيث يمر بمراحل مثل ما تمر الأم بمراحل، من الحمل إلى الولادة إلى السهر إلى التعب إلى آخر العمر. أول هذه المراحل أن تبحث عن المعلم الذي يناسبك، قد تجرب عدة معلمين ولا يناسبك أحد أو لا يقبلك أحد، حتى تجد المعلم المناسب الذي يناسبك ويقبلك. ثانيا، بعد أن تجد المعلم الذي يناسبك يجب أن يقبل بك هو كتلميذ، يجب أن يختبرك بألف اختبار، وأن يشككك فيه، وحتى يكرهك فيه، وحتى يطردك ويعاملك بطريقة جدا مهينة قد يجعلك تكرهه كرها شديد. هذا الأسلوب بتاع التحقير الذي يطلق عليه المحقرنية في معرفة الشخصية هو أسلوب المعلمين القدامى، حيث يقول لك أشياء غير معقولة ويفعل أمور غير مقبولة يجعلك تنفر منه وتهرب. أكثر المعلمين الذي مارس معي هذا الأسلوب هو المعلم في المغرب، حيث بقيت 4 أشهر وأنا أتعذب بطريقة لا يمكن أن تتصوروها، حتى في الأخير قبل بي كتلميذ. ثالثا، بعد أن تقبل كتلميذ يجب أن تبقى مدة طويلة، قد تطول العمر كله لا تعرف متى، حتى يسمح لك بالسؤال. يجب أن تسمع وتطبق وتفعل ما يقول دون نقاش، حتى إن قال لك أرمي نفسك من جبل أو ألقي نفسك في النار يجب أن لا تعصي له أمر. وهذه الحكاية تذكرنا بقصة موسى والخضر، عندما في الأول قالوا لن تستطيع معي صبرا، من بعد قالوا تبعني
وما تسأل حتى سؤال. لكن موسى ما نجمش وانطق وتم طرده. إذن في هذه المرحلة الثالثة ما عندكش الحق لا تسأل ولا تقول كيفاش ولا علاش، اللي يقولك أعمله. حتى توصل للمرحلة الرابعة وقبل الأخيرة، حيث يسمح لك بالسؤال والفهم وتسأل كما تريد، ويرفع الحجاب بينك وبينه، وتولي فما هناك ثقة كاملة من بيناتكم، وتفهم كل شيء يقوم به، وتفهم كل الأشياء اللي يعملها، وتوصل إلى مرحلة المعرفة. وقتها توصل للمرحلة هذه تنتقل إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، حيث يخيرك أن تكون تابع له أو أن تذهب في حال سبيلك. ولكن في العادة ياخذ عليك عهد إنك ما تعلم حتى إنسان العلم اللي تعلمته إلا لمن يستحقه. هذا الشرط الأول. أما الشرط الثاني أن لا تعلم الآخرين بمقابل، وإنما مجاني. أما بالنسبة للمعلمين اللي عرفتهم أنا، قالوا لي عصر السرية انتهى، وهذا العلم سوف يظهر للجميع، ولكن لا يراه ولا يسمعه ولا يفهمه ولا يعيه إلا من يستحقه. فالعلم هذا يحمي نفسه بنفسه. الحاجة الوحيدة اللي طلبوها مني أني ما نعلمش هذا العلم بمقابل فقط. نظن وصلنا إلى آخر الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكم على التوزيع، ومع فيديو قادم، وبسلامة.